محمد العبيدي من بغداد، أسكن مدينة ديزلدورف في ألمانيا. أمارس رياضة الملاكمة والكيك بوكس والتاي بوكس. أهم إنجازاتي: بطل العراق لأكثر من 12 سنة، بطل العرب، بطل آسيا، بطل غرب ألمانيا، لاعب منتخب وطني، لاعب دولي. من ألمانيا نقول معا لدعم الرياضة والرياضيين في العراق، معا من أجل نشر ثقافة الروح الرياضية بين أبناء العراق، معا لتستمر مسيرة الإنجازات، معا من أجل عراق رياضي وصحي. شكرا. أنا كريم من بغداد، أقيم حاليا في فيتنام بلد ألمانية، أمارس رياضة القفز والسهم. أهم إنجازاتي في المركز الأول وروح عام في أمريكا. من ألمانيا نقول مع دعم الرياضة والرياضيين في العراق، مع نشر ثقافة الروح الرياضية بين أبناء العراق، مع الاستمرار مسيرة الإنجاز، مع العراق رياضي صحي. عراقي من بغداد، حاليا ساكن ألمانيا مدينة دورتموند. الرياضة اللي اشتركت بها هي الطيران الشراعي الباراجلايدنج. شاركت بعدة مهرجانات وبطولات، لكن أبرزها البطولة اللي صارت في العراق آخر شيء. اختاروني كمدرب منتخب وطني عراقي للطيران الشراعي وأصغر مدرب منتخبات في آسيا. من ألمانيا نقول نعم لدعم الرياضة والرياضيين في العراق، معا لنشر ثقافة الروح الرياضية بين أبناء العراق، معا لتستمر مسيرة الإنجازات، معا لعراق رياضي وصحي.